شفت مايك إفغالة؟ لا صراحة ما حضرته كمان. كان على التلفزيون الصورة، شفته شو لابس؟ هاي وستيتس. شفته أبو جيك؟ شوف والدة تفوت ببعضها كلها مثل ما هو الإيدين هيك شايفهم، إيدي هاو معمولين خشب مصبوبين على إيديك؟ منحوتين كأنهم إيديك؟ هو خشب ومنحوت نحت. استعنا بأكثر من شخص تقدروا طلعوا إيدي. خشب عن جد؟ قوم دسة. والله جاع بالي قوم شوف مايكو فغالي شو لابس للسنة، بيفاجئنا كل سنة. دقة لا دقوا على الخشب. بدي أعمل ستاند أب تبع هيك. شو أبو جيك، في حدا بالعالم بيلبس إيدين؟ مش معقول، لابس عبوطة. لابس عبوطة. قالوا له لابس على الموضة، قالوا له لابس عبوطة. كثير قوي لابس عبوطة. شو هذا؟ إيه وشو صار هلا اللي كان لابس أوتفيت في قلبه؟ تنزل شوي شوي الإيد. كيف بقلبه أبو جيك، كيف بقلبه أوتفيت؟ الأوتفيت تبعه صار ينقص شوي شوي، كان عنده إيدين وجاكيت وهذا صار ينقص، كل فقرة ينقص وحياة الله لهيك. ريحك من هالتشابك، بلكي العالم هيك التشابك السلبي بده يرتاح منه. ما عندك مشكلة؟ ما تريح لي ضهر. لا عن جد ثقيلة. ليش بدي أكون مثل غيري؟ ليش بدي ألبس شيء غيري لابسه؟ طيب دايما بلبس شيء أنا خلي غيري يقلدني. كل فاصل تتخلى عن قطع. هلا بيان الأوتفيت مثل ما هو. نعم. شو السبب؟ هيدا إبداع المصمم، بس يكون في مصمم هو عم بيخلق الفكرة. مظبوط، هو هيدا إبداع المصمم، هو عم بيخلق الفكرة. نحن طولت الحلقة بعد. جيك هو عم بيعمل ستريب توقع. عم بيعمل ستريب توقع على كل كان بلش ال. شو؟ لا خلص إيدين لفوق. شو بكون؟ بدك إيد واحدة ليش؟ شوفي شون سوري ابداع هيدا ابداع المصمم. فيك ترجع تحضر هالحلقه من لهون وبس عبر ابلكيشن ال بي سي اي ساعه اللي بدك وين ما كنت.